السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى أصدقاء في الدنيا. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بحكاية أتمنى إن هي تعجبكم، لكن قبل ما نبتدي حكايتنا أتمنى كلنا ننزل في التعليقات ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وطبعا اللي نسي وما دوسش لايك ينزل بسرعة ويحط لايك للقناة، وأتمنى طبعا إن كلكم تكونوا بأسعد حال، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وإن كلها كام يوم وهيكون على الأبواب. ويلا بينا نبتدي الحكاية. بطلة قصتنا النهاردة اسمها أحلام، متجوزة بقالها سنتين، وهي أصلا عندها 25 سنة، لكن هي متجوزة في شقة في محافظة بعيد عن حماتها، وده لظروف شغل جوزها. أما حماتها اللي اسمها ميرفت ساكنة في محافظة تانية خالص، وما كانتش بتشوفها كتير لأن حماتها بطبعها ما كانتش بتحب الزيارات. وفي يوم كانت أحلام واقفة في المطبخ بتعمل الأكل، لأن اليوم ده كان اليوم بتاع الأجازة بتاعت شغل جوزها. في الوقت ده الباب خبط، ورحت علشان أفتح وأشوف مين، وأول ما فتحت الباب لقيتها حماتي. قلت لها إيه النور اللي هل علينا ده، ياد النور وياد الترحاب، نورتي الشقة يا حماتي. طب كنتي قولي وأنا أفرش لك الأرض ورد. وحشتني يا بنتي يا أحلام، والله يا بنتي أنا وشي منك في الأرض عشان جيت لكم كده على فجأة يعني، وما عرفتكوش إن أنا جاي. يا ست الكل ده لو ما شالتكيش الأرض تشيلك عينيا وراسي، نورتي والله وحشتيني، بقالي كام شهر ما شفتكيش. طب وإحنا إيه، هنقضيها سلامات كده من على الباب؟ لا طبعا، ده بيتك ومطرحك، اتفضلي يا ست الكل، نورتيني. انتي عاملة ايه، وحشتيني يا حماتي والله. ما تشوفيش وحش يا حبيبتي، امال حسام ابني فين؟ حسام جوه نايم، هدخل اصحبهولك على طول، اصل النهارده الاجازة بتاعته بياخد اليوم كله نوم. ودخلت ساعتها علشان اصحي حسام، وخرج بسرعة اول ما عرف ان والدته موجودة، وقال لها نورتي يا ست الكل، وحشتيني والله. طب كنت قولي انك جاية، كنت جيت اخدتك بالعربية، او كنت جيت لك انا واحلام. على ايه يا ابني بقى، انا كده كده جايه لك اصلا وانا مخنوقه، وكنت عايزاك في كلمتين. ولقيتها ساعتها بتبصلي. قلت لهم طب بعد اذنكم انا هدخل اجهز الغدا على ما تتكلموا مع بعض شويه. قبل ما اتكلم يا ابني، هي مال الشقه مطربه كده، مراتك يعني لا عيل ولا تاير ولا بتنزل شغل، ايه الشقه فيها تراب كده ليه؟ لا لا انا ما بحبش كده. تراب ايه يا ست الكل، ما الشقه نظيفه اهي، ما فيهاش حاجه، انتي بس اللي نظيفه زياده عن اللزوم. بصي يا ابني بصراحة كده أنا وقعت من السما وأنت استلقيتني. في إيه يا ماما، إيه اللي حصل، ما تقلقينيش. أنت عارف المحروس اللي أنا كنت متجوزاه اتضحك علي. طب بس وطي صوتك يا ماما، إيه أنت عارفة إن أحلام مراتي ما كانتش تعرف إن أنت متجوزة بعد أبويا، خصوصا أصلا إن أنت كنت طالبة إن محدش يعرف. عمل إيه المحروس، ضحك عليا ونصب عليا وخلاني كتبت له كل اللي حيلتي، وحتة البيت اللي حيلتنا ضحك عليا واخده وكتبه باسمه واترميت في الشارع. حرام عليك يا ماما، بقى حتة البيت اللي ورثينه من ابونا وهي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي ترميها الواحد زي ده ما يسواش 3 تعريفة. افرضي دلوقتي صاحب الشقة قال انا عايز شقتي، وانتي عارفة انها ايجار، ولا الشغل بتاعي انا سبته، اروح واترمي فين؟ اروح اترمي في الشارع؟ مش هتترمي في الشارع ولا حاجة، اديني انا اللي اترميت اهو، هتسيبني بقى مرمية في الشارع ولا هتاخدني وتقعدني عندك؟ ما تقوليش كده يا ست الكل، لا طبعا اشيلك على راسي. بس انتي عملتي كده ازاي؟ اهو اللي حصل بقى، هعمل ايه، ضحك عليا بكلامه الحلو وفي الاخر كتبني حتة البيت اللي حيلتي. بس انا بصراحة خايفة من احلام مراتك، ما تقبلش وجودي هنا ولا تزعل. لا طبعا ما تقوليش كده، ده احلام بنت ناس وبنت اصول وتفهم في الواجب. وبعدين يا ستي يعني انا ابنك الوحيد هتروحي فين يعني؟ وان ما كنتش مصدقه انا هدخل لاحلام بنفسي واسالها لك، واخليها يا ستي تيجي لحد عندك وتقول لك ان البيت بيتك. وساعتها لقيت حسام جوزي داخل عليا المطبخ وبيقول لي بقول لك ايه يا احلام، انا ماما جايه تقعد معانا يومين، ماما وقعت في مشكله كبيره قوي، وفي شويه ناس نصبوا عليها وخلوها كتبت حته البيت اللي حيلتنا ليهم، وبصراحة ملهاش حتة تقعد فيها، وهي كانت جاية تقعد معانا لكن محرجة منك، وبتقولي إن أنت ممكن ما توافقيش. ما وافقش إزاي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا حسين؟ وبعدين ده بيتك وشقتك،
وبيتها وشقتها هي كمان، وانا اللي هكون ضيف عندها، وان ما شالتهاش الارض اشيلها فوق راسي طبعا. كنت عارف ومتاكد من كده، كنت عارف ومتاكد ان انتي بنت اصولي يا احلام. طب بعد اذنك بقى انا هخرج لست الكل علشان اقول لها انها ما تشيلش هم خالص. وفعلا خرجت لها ساعتها وقلت لها: يا ست الكل، البيت ده بيتك انتي مش بيتي انا، انا وحسام هنا اللي ضيوف عندك، تاخدي راحتك جدا. وبعد اذنك بقى انا هدخل اكمل الاكل علشان تتغدي معانا، وبعد كده هدخل اروق لك الاوضه بتاعت الاطفال علشان تقعدي فيها. وفعلا قعدنا واتغدينا مع بعض وشربنا الشاي، وقلت لماما: ايه رايك في الاكل بقى، يا رب يكون عجبك. لا يا حبيبتي تسلم ايديكي، كتر خيرك طول النهار واقفه على رجلك. طب بعد اذنك بقى يا ست الكل انا هخش اظبط لك الاوضه. لا يا بنتي خلي عنك، انا هدخل انا اروق. لا والله ما يحصل، اقعدي انتي مع حسام وانا هروق لك الاوضه. ودخلت فعلا نظفت الاوضه لحماتي. وفي اليوم ده الدنيا عدت ونامت، تاني يوم الصبح قمت بدري وجهزت الفطار علشان حسام ينزل الشغل بتاعه، وكمان جهزت الحمام لحماتي وجهزت لها فطارها، ودخلت علشان اصحيها واقول لها: صباح الفل يا ماما، اتفضلي قومي عشان تفطري، وكمان جهزت لك الحمام. طيب يا حبيبتي، منك وقاعده طول النهار فاضيه، عايزاكي تمسكي الشقه دي كلها تنكتيها وتروقيها وتمسحيها، اصلها كلها تراب، وانا بصراحه ماليش في التراب، احب الحته اللي اقعد فيها تبقى نظيفه. حاضر يا ماما، اتفضلي انتي بس افطري، على الاقل حتى لما اروق تكوني فطرتي وشربتي الشاي بتاعك وما تتضايقيش يعني. وفعلا خرجت حماتي وقعدت فطرت، وبعد ما خلصت لقيتها بتقولي: قومي يلا يا احلام اعملي اللي انا قلتلك عليه، انا هنزل اتمشى شويه لحد انت ما تخلصي، وعلى ما تخلصي كده اكون رجعت. انت هتروحي فين يا ماما؟ هو انت تعرفي حد هنا؟ انت جديده يعني؟ وايه وانا عيله صغيره ولا اللي هي في بقي؟ ايوه طبعا عارفه، هنزل اتمشى شويه واتعرف على المحلات والناس على ما انت تخلصي اللي في ايدك، ولا انت هتقعديني هنا في البيت، هتحبسيني وهتبقي وليه امري؟ لا والله مش قصدي، اتفضلي براحتك. وساعتها روقت الشقه وعملت الغدا، وقعدنا كام ساعه وحماتي ما كانتش لسه رجعت، وسالتها لقيت حسام رجع من الشغل، واول ما دخل سال على والدته وقلت له اللي حصل، لقيته بيقول لي: ازاي يعني يا احلام، ازاي تسمحي لها تنزل وهي ما تعرفش حد هنا؟ والله يا حبيبي انا لما حاولت ان انا افهمها الكلام ده زعلت مني وقالت لي ان انا مش وليتها، هعمل ايه يعني. وقبل ما اكمل كلامي لقيت حماتي رجعت من بره وقالت: ازيك يا حسام يا ابني، انت رجعت من الشغل؟ ايه يا ست الكل، انت نزلتي رحتي فين؟ نزلتي يا حبيبي علشان اجيب المعاش بتاعي، خدي يا احلام يا بنتي المعاش بتاعي كله اهو، يساعدك يا بنتي في مصاريف البيت. فلوس ايه يا ماما اللي انا هاخدها؟ لا طبعا ما ينفعش، يحرم عليا لو ما خدتيها، باكل معاكم في طبق واحد، انت هنا ست البيت واللي مسؤولة عن المصاريف، يبقى تاخديها ولا لم هدومي وامشي يا حسام يا ابني من هنا؟ لا طبعا يا ست الكل، اللي انت شايفاه خلاص براحتك. عامة يا ست الكل انا هعلك الفلوس معايا، ووقت ما تحتاجيها هتلاقيها موجودة. وعدت الايام، طول ما حسام مش موجود حماتي بتعاملني معاملة متقلبة ودايما تنغزني بالكلام، لكن طول ما هو قاعد المعاملة بتاعتها ليا بتبقى 5 نجوم، لكن انا كنت بعدي وبقول مش مشكلة، وطبعا ما كنتش برضه احكي لحسام حاجة علشان ما شايلوش هم فوق هم الشغل بتاعه. لحد ما في يوم حسام كان قاعد معانا بالليل ولقيته بيقول: بقول لك ايه يا احلام، انت وماما، انا اترقيت في الشغل بتاعي، لكن قصاد الترقيه دي اتنقلت لمكان تاني في الشغل، للاسف هضطر اسافر 10 ايام واجي لكم يومين ثلاثه، يعني الموضوع هيبقى ماشي على كده، هسافر 10 ايام واجي لكم يومين، اسافر اسبوع واجي لكم اسبوع، يعني مش هبقى قاعد معاكم على طول، فبصراحه مش عارف انتم موافقين ولا ارفض الترقيه وافضل على الدرجه بتاعتي وافضل معاكم على طول. لا طبعا يا حبيبي، روح شغلك وانبسط، وان شاء الله ما تقلقش علينا، انا وماما قاعدين هنا مع بعض واخدين بحس بعض. طبعا حسام اتحمس من كلامي، وفعلا بعدها بيومين بالظبط كان نزل شغله الجديد، وانا وحماتي كنا قاعدين لوحدنا. وفي يوم صحيت من النوم على صوت عالي قوي بره، كان صوت ضحك وتلفزيون وناس، استغربت ان هم بره في وقت متأخر زي ده، خصوصا ان انا كنت نمت. لما خرجت اتصدمت من الشكل اللي انا شفته، لقيت حماتي قاعدة ومعاها 2 رجالة وواحدة ست كمان. استغربت من المنظر اللي انا شفته، خصوصا ان الجو كان متأخر قوي، ناديت على حماتي ساعتها وقلت لها:
مين دول يا ماما؟ وازاي تجيبي رجالة في وقت متأخر زي ده في البيت؟ بقولك ايه يا حبيبتي، خشي اعملي لنا شاي، انا كده كده كنت هصحيكي تقومي تعملي لنا دور واجب. قلت لها حاضر يا ماما، ما بقيتش عارفة اعمل ايه، تصرفاتها بقت غريبة. وفعلا دخلت علشان اعمل لهم الشاي، وانا واقفة في المطبخ بدأت افتكر كل تصرفاتها وطريقتها في اهتمامها بنفسها ولبسها دايما الاوفر وخروجها طول ما ابنها مش في البيت في اوقات غير مناسبة، ودلوقتي تكمل بينها جايبة رجالة وستات البيت. خرجت لهم الشاي ساعتها وقلت لها بعد اذنك يا ماما انا هدخل انام، اصل الجو اتأخر قوي. طب استني يا حبيبتي وانتي داخلة، اصل الاستاذ مصطفى كان تعبان وعايز يريح، خديه معاكي الاوضة خليه يرتاح شوية. نعم، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ مين ده اللي يدخل اوضتي ويرتاح؟ انتي بتقولي ايه؟ هو انتي مش واخدة بالك من كلامك؟ لا واخدة بالي يا حبيبتي. اسمعي كلامي يا بنت وانتي تكسبي، الفلوس هتنزل عليكي زي الرز، حماتك ما بتقولش حاجة غلط. لا بقى، ده انتي فعلا اتجننتي، خلي الناس دي تطلع بره بدل ما اصوت والم عليك الناس. انتي هنا في بيتي، يا تقعدوا باحترامكم يا بلاها خالص القعدة دي. لا يا حبيبتي، البيت ده بتبني، وان ما كانش عاجبك الباب يفوت جمل. لا والله، هو ده اللي انتي بتقوليه؟ طب انا محدش هيقعد في بيتي، وتفضلوا بره بقى. طب اطلعي انتي بره بقى، واللي عندك اعمليه. خرجت ساعتها من الباب فعلا، وقعدت على السلم وانا عمال اعيط ومش عارفه ايه اللي حماتي بتعمله ده، وازاي تسمح لنفسها، استغفر الله العظيم، انها تعمل كده. ده زي امي. لا امي ايه، امي عمرها ما تعمل كده. وعدى الليل كله وانا قاعده على السلم لحد ما النوم كبس عليا، وما اعرفش الناس دي خرجت امتى. وساعتها لقيت الناس طالعه ونازله على السلم، اتكسفت من نفسي ودخلت الشقه وخبطت عليها، ولقيتها فتحت لي وقالت لي حلوه قعده السلم يا احلام. بقولك ايه، هو انا كنت بحلم ولا اللي انتي قلتيه امبارح ده حصل؟ ايوه حصل. واعملي حسابك، طول ما انتي قاعده في الشقه هنا كلامي يتسمع، ولو ما تسمعش يبقى بلاش تقعدي معايا. وخلي بالك لو فكرتي تقولي لحسام حاجه من اللي حصلت، صدقيني محدش هيندم غيرك، اصله اكيد مش هيكذب امه ويصدقك انت. لا بقى، ده انت زودتيها. وعامه انا هاخد شنطه هدومي واروح اقعد عند اهلي لحد ما جوزي يرجع من السفر بعد اذنك. وفعلا لميت شنطه هدومي ورحت البيت والدي، لكن امي كانت متوفيه وابويا كان متجوز، علشان كده العلاقه بينا ما كانتش احسن حاجه. لكن كان معايا عمتي قاعده في نفس البيت، كان جوزها متوفي وكانت عايشه لوحدها. ورحت قعدت معاها وحكيت لها على كل اللي حصل، لقيتها بتقولي احسن حاجه يا بنتي اللي انت عملتيها، ما تحطيش نفسك مع حماتك تاني في جمله مفيده، والست دي مش سهله ومش هتسكت الا لما تخرب عليكي. اول ما جوزك يرجع من السفر تحكي له كل حاجه وتسبقيها بالكلام بدل ما هي ما تطلعك غلطانه. وخلصت كلامي مع عمتي وعدى اليوم بطوله وبعرضه، وفي الليله دي نمت. لكن استغربت لما لقيت حسام ما رنش عليا خالص، وتاني يوم كمان عدى برضه وما رنش عليا. لكن انا كنت كل ما احاول اتصل بيه ما كانش بيرد، لحد ما في اخر الليل بتاع تاني يوم لقيته بيتصل وبيقول لي انتي فين يا احلام؟ قلت له انا عند بابا. قال لي طب انا تحت البيت، البسي هدومك ولمي شنطه هدومك وتنزلي لي حالا. طب معلش خليها الصبح، احنا في نص الليل وما ينفعش انزل في وقت متاخر زي ده. طب عليا الطلاق لو ما نزلتي دلوقتي، ما هتخشي البيت تاني، يلا يا احلام انزلي. ساعتها صحيت عمتي وحكيت لها على كل حاجه، لقيتها بتقول لي انزلي يا بنتي واسمعي كلام جوزك، بس خلي بالك جوزك ما ينزلكش من البيت في وقت زي ده علشان بنتي بره من غير ما تقولي لي. جوزك منزلك في وقت زي ده وقالب وشه علشان اكيد امه قالت له كلام يحرق دمه عليكي، علشان كده يا بنتي لازم تاخديه بالسياسه وتكلميه بالراحه. ما هو مش هيصدق اللي انتي هتقوليه على امه، مفيش واحد عاقل هيصدق كده. واول ما نزلت ساعتها لقيته ما اتكلمش خالص معايا، وشدني من ايدي وركبني تاكسي وروحنا البيت. لكن كانت صدمتي اول ما طلعت الشقه، لقيت حماتي نايمه في الارض وعامله نفسها عيانه والشقه تضرب تقلب. ايه اللي حصل في الشقه ده؟ وايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ بقى هي دي الامانه اللي انا سايبها لك يا ست هانم؟
اسيب امي في رقبتك اجي لاقيكي مزعقه معاها وضرباها وقلب الشقه عليها واطيها، وسايبه الست الكبيره من غير لا اكل ولا شرب بقالها يومين، ده كله علشان قالت لك نضفي الشقه وبلاش دخول وخروج كتير وجوزك مش موجود. انا يا حسام انا تصدق عليا كده؟ قالك ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده مع والدتك؟ والله انا جيت وشفت اهو، اعملي في حسابك انا ماليش في الدنيا غير امي، ويوم ما تفكري تيجي عليها مش هخليكي على ذمتي دقيقه واحده، انا اصلا بعد اللي شفته ده قفلت منك. لا يا ابني ما تقولش كده، خليك انت ومراتك عايشين مبسوطين في الشقه، وانا هروح اي حته واقعد فيها، انا مش عايزه اقعد علشان اخرب عليكم. لا طبعا يا ست الكل ما تقوليش كده، ده لو هي ما شالتكيش انا اشيلك وعيلتي كلها على دماغنا من فوق. انت بتقولي ايه؟ هو انا ليا في الدنيا غيرك؟ بس انا يا ابني مش عايزاك تقسى عليها، هي يمكن بس الشيطان غلبها وخلاها زعقتلي وضربتني، لكن انا مسامحاها. والله العظيم ما حصل يا حسام، انت تصدق عني كده؟ انا متجوزاك بقالي سنتين، عمرك شفت مني حاجة غلط؟ وهو الغلط حصل يا ست هانم، اعملي حسابك الدنيا كلها في كفة وأمي في الكفة التانية، إن كنت عايزة تفضلي على ذمتي ومراتي يبقى تتقي ربنا في أمي وبلاش طريقتك دي. يا حسام اسمعني أنا هحكي لك اللي حصل، أنا مش عايزة أسمع حاجة، وأي حاجة هتقوليها أنا أصلا مش هصدقها. ودخل ساعتها حسام الأوضة وهو متنرفز، وقامت حماتي ومسحت دموع التماسيح بتاعتها، ولقيتها بتقولي شفتي بقى اهو اللي يجي عليا ما يكسبش، اوعي تفتكري يا احلام ان ابني ممكن يكذبني ويصدقك انتي واللي في دماغي هنفذه، فعيشي فعيشي يا حبيبتي وكلي عيش بدل ما اخليه يطلقك ويرميك رمية الكلام. قلت لها يا شيخة ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم، بقيتي تعملي كل ده وفي الاخر تطلعيني انا اللي ضرباكي وشتمكي وعامله معاكي مشكله. طب بس وطي صوتك لجوزك يخرج يديكي قلمين على وشك. ساعتها ودخلت وسبتها ودخلت اوضتي وانا مش عارفه هي بتعمل ليه كده معايا ونهايه دماغها دي ايه. حسام ساعتها قعد معانا 3 ايام في البيت وانا بتحاول اتجنب حماتي خالص وما اتكلمش معاها، ويوم سفر وقلت له بقول لك ايه يا حبيبي، انت كده كده مسافر وهتقعد 10 ايام في شغلك، ممكن بعد اذنك تاخدني معاك اروح اقعد في بيت بابا، وبعد ما ترجع ابقى ارجع معاك تاني. يا سلام، واسيب امي الست الكبيره في الشقه لوحدها وهي ما بتعرفش تخدم نفسها؟ يا سيدي ما بتعرفش تخدم نفسها ايه، امك فيها صحه عني، وبعدين عشان ما ترجعش تقول ان انا ضايقتها ولا هي ضايقتني. بعد اذنك يا حسام علي الطلاق بالتلاته منك يا احلام، لو ما قعدتيش مع امي وخدمتيها ما هتقعدي على ذمتي، وان خرجتي من البيت من غير ما اعرف مش هترجعي تاني. وساعتها خرج ومشي على شغله من قبل حتى ما اكمل كلامي. ما بقتش عارفه ايه اللي غير حسام كده، ده عمره ما حلف عليا بالطلاق ولا عمره اصلا عمل مشكله معايا. ساعتها بعد هو ما خرج على شغله قفلت الباب على نفسي بمفتاح، وحلفت ان انا ما هخرج من الاوضه الا علشان ادخل الحمام او اكل لقمه ومش هتعامل معاها خالص. وعدى اول يوم بطوله وبعرضه، وتاني يوم الصبح لقيتها بتخبط عليا جامد قوي، ولقيتها بتقولي ايه يا حبيبتي هتفضلي حابسه نفسك في الاوضه ولا ايه؟ اخرجي اخرجي، ده انا جايبه لك الهنا كله. هنا ايه؟ انت عايزه مني ايه تاني؟ شايفه الصندوق بتاع المجوهرات ده ولا الفلوس اللي في ايدي؟ كلها يا بنت هتبقى تحت رجليكي، بس انتي تسمعي كلامي. يا ست انتي ايه؟ انتي شطان، انا مش عايزه منك حاجه، ابعدي عني بقى. طب بصي بقى، انا هنزل كم مشوار ورايا، ارجع الاقي الشقه متنضفه والاكل جاهز ومجهزه لي سهره حلوه كده عشان جايه انا وناس اصحابي. وساعتها فعلا خرجت، وانا حلفت ان انا هخلص كل حاجه قبل هي ما تيجي وادخل اوضتي واقفل على نفسي، وفعلا خلصت كل اللي ورايا ودخلت اوضتي. وفي اخر الليل لقيت باب الاوضه بتاعي بيتفتح، وساعتها لقيتها داخله عليا وهو معاها راجل وبتقولي اسمعي الكلام وعدي ليلتك بدل ما اقلب الترابيزه عليكي وقولي اللي انت اللي جايبه راجل في البيت. وساعتها حبيبتي خرجت وقفلت الباب وراها، وانا جسمي بقى عمال يتنفض ومش مصدقه اللي هي بتعمله، والراجل بدا يقرب عليا وقلت له بقول لك ايه، والله العظيم لو قربت جنبي لارمي نفسي من الشباك،
مالكش دعوة بيا، ان جيت جنبي هاكلك بسناني. ما تهدي يا قطة، في ايه؟ ده انا دافع لحماتك شيء وشويات علشان تليني كده والليلة تبقى حلوة. بقولك ايه، انت دفعت لها هي، مالكش دعوة بيا، ان كلمتني هصوت وهفرج عليك الدنيا. لقيت الراجل ساعتها زعق ونده على حماتي وقال لها افتح الباب يا مرفت وتعالي، هي دي القطة اللي قلتيلي هتلين معاك بكلمتين. بقولك ايه، انا فلوسي ترجعلي على داير مليم، والقطة بتاعتك خليها لك انتي اشبعي بيها. وخرج ساعتها الراجل، ولقيت حماتي بتقولي هو في ايه يا بنت، هو انت هتخسريني زبايني ولا ايه؟ ما قلتلك اسمعي كلامي علشان تاكلي الشهر. والله العظيم انت مش بني ادمه، انت شطانه، ده انا عرضك، ازاي تعملي حاجه زي كده؟ على فكره بقى، انا ممكن اصوت لو عملتي الموضوع ده تاني وافرج عليك الجيران، وساعتها هيشهدوا على اللي انت بتعمليه. فكري يا حبيبتي تعمليها، انا اقول لهم الست الكبيره رجعت من بره لقيت مرات ابنها مع واحد، واستغفر الله العظيم. وشوفي ساعتها بقى هيصدقوا الست الغلبانه ولا هيصدقوكي انت؟ انت فعلا مش بني ادمه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. عامه انا هسيب لك البيت كله لحد ما ابنك يرجع بقى ونشوف فيكي صرفه. وانت هتخرجي ازاي يا حبيبتي وانت جوزك حالف عليكي من طلاق؟ يحلف على نفسه، انا غلطانه من الاول اصلا اللي انا سمحت ان اقعد معاكي في بيت واحد بعد اللي انت عملتيه اول مره. وفعلا لميت هدومي ورحت البيت بابا، لكن المرة دي ما اكتفيتش ان انا احكي لعمتي بس، وحكيت لبابا على كل حاجة. ولقيته بيقول لي وليه يا بنتي ما جيتيش حكيتي لي من الاول؟ ايه الغلط فيكي؟ كنت فهمت جوزك بالراحة، ما هو مش طبيعي ان اي واحد يصدق على امه الكلام ده. عامة هتقعدي هنا معززة مكرمة لحد جوزك ما يرجع من السفر ونشوف حل في الموضوع، لكن انت وحماتك تقعدوا مع بعض في شقة واحدة تاني ده مش هيحصل ابدا. وانبسطت قوي اني فعلا لاول مره احس بخوف ابويا عليا وانه واقف جنبي. وعدت الكام يوم بتوع السفر بتوع حسام لحد ما رجع، وبعدها اول ما رجع من السفر دخل الشقه وهو كمان انصدم من اللي شافه، لقى امه نايمه على الكنبه ورجلها وايديها متربطين والشقه تضرب تقلب. قرب عليها وقال لها هي ماما، هي ماما انت نايمه ولا صاحي؟ في ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لك يا ابني، قلت لك سيبني امشي ولا اقعد في شقه ايجار، مراتك انت مشيت من هنا بهدلتني وضربتش ولا كانت بتاكلني ولا بتسقيني، وفي الاخر كسرت عليا العفش زي ما انت شايف، وقالت لي يا انا يجي في البيت وهفضل وراك لحد ما اخلي حسام يطردك بره البيت وهقول فيك العبر كلها. يا نهار ابيض يا بابا، انت متأكدة ان احلام عملت كده؟ هو انا هكدب عليكي يا حبيبي؟ طب انا بقى هروح لها بيت ابوها واعلمها الادب. وساعتها مشي حسام، غور انت وهي ده هي تشيلكو وانتوا هتقرفوني ولا ايه؟ والله لعلمك انت ومراتك الادب يا سي حسام. وساعتها وحماتي قاعده لوحدها دخل عليها راجلين وواحده ست. في نفس الوقت ده كان حسام عندنا في البيت وكان بيكلم بابا وهو بيزعق وبيقول له انا حالف عليها يمين طليق ما تخرجش من البيت، ازاي تسيب ام الست الكبيره وتمد ايدها عليها وارجع الاقيها مكسره العزال عليها في الشقه؟ ضيار دي مين ده؟ ما هي دي المشكله، انت مش عايز تصدقني ولا تسمعني، انت ما تعرفش امك عملت ايه وانت مش موجود، امك كانت بتجيب لي رجاله البيت يا حسام. لا ده انت عدت منك وهبت منك خالص، هي وصلت منك انك تقولي كده على امي؟ بقولك ايه، انت من النهارده ما تلزمنيش وخليكي قاعده عند ابوكي بقى، وورقة طلاقك هتوصل لك يا احلام. وخرج حسام وانا مرهره وعمال اعيط انه حتى ما صدقنيش، وانا ما كنتش عارفه اعمل ايه. وساعتها اول ما حسام وصل شقتنا لقى عربيه الاسعاف بتتحرك من قدام البيت والبوليس مالي المكان، طلع جري على الشقه علشان يفهم ايه اللي حصل. الضابط ساعتها قال له هو انت والد الاستاذه مرفت اللي كانت في البيت؟ ايوه امي. البقاء لله يا استاذ حسام، في ناس دخلوا على والدتك هنا وهي كانت قاعده لوحدها وللاسف موتوها، وعربيه الاسعاف اخدتها وراحت المستشفى. ازاي ده كله يحصل؟ بقى انا امي تموت، مين اللي عمل فيها كده؟ والله التحقيق المبدئي بيقول اللي عملوا فيها كده
اخوات الراجل اللي هي كانت متجوزاه بعد والدك. لا اي تفاصيل تانية هتعرفها بعد التحقيق، تقدر تحصلنا على الاسم وتعرف كل حاجة. وفعلا حسام ساعتها راح القسم وكان معاه المحامي، وبعد يومين تلاتة في التحقيقات ساعتها المحامي قعد مع حسام وقال له: بقولك ايه يا استاذ حسام، يا ريت تنسى الموضوع ده خالص، والدتك هي اللي جنت على نفسها. ازاي يا حضرة المحامي، فهمني ايه اللي حصل. للأسف والدتك وهي متجوزة كانت بتعمل تصرفات استغفر الله العظيم، وللأسف برضه ضحكت على جوزها اللي كانت متجوزاه، خلته كتب لها كل البيوت والأملاك اللي كان يملكها، علشان كده أولاده ما رضوش يسيبوا حقه. وطبعا لما عرفوا إن هي سابت بيتها وخافت من إن هما يعملوا فيها حاجة، هربت وجات لك المحافظة بتاعتك وقعدت معاك، لكن لما عرفوا مكانها قرروا ينتقموا منها. لكن قدام المحكمة أثبتوا كل اللي هي كانت بتعمله، وإن هي طول الفترة اللي كانت متجوزة فيها أبوهم كانت بتعمل تصرفات غلط. فمش عارف بصراحة المحكمة هتحكم لهم بإيه، علشان كده بقولك يا ريت تنسى الموضوع كله وتركز في شغلك وفي حياتك وفي بيتك، وكفاية لحد كده. ساعتها حسام رجع البيت، لكن المرة دي لقاني موجودة واتصدم من وجودي وقال لي: معقول يا أحلام، إيه اللي جابك؟ أنت لسه جوزي يا حسام، وانا عرفت كل اللي حصل، وما ينفعش ان انا ابقى عارفه الظروف اللي انت فيها واسيبك او ابعد عنك. انا اسف يا احلام، حقك عليا. للاسف النهارده انا اكتشفت الحقيقه كلها، وعرفت ان انت كنت صح، وان امي ما اتضحكش عليها وحد اخد منها البيت، بالعكس هي اللي اخدت من ناس فلوس كتير وهم اللي عملوا فيها كده. بقولك ايه، ما تتكلمش في اي حاجه وقول الله يرحمها. وبمناسبة بقى إن أنت زعلان، حابة أعرفك إن أنا حامل، علشان تفرح وتفكر في ابننا اللي جاي وتنسى كل اللي فات. وهي دي كانت حكايتي مع حماتي ميرفت، أتمنى إن هي تكون عجبتكم ونالت إعجابكم. بس قبل ما أنهي الحكاية أتمنى أعرف رأيكم، تصرف حسام كان صح ولا غلط؟ ومش المفروض إن هو كان يسمع لمراته ويصدقها، ولا كان يصدق مراته وهو على عميانه كده؟ وفي النهاية أحب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.